معركة وادي الجوز بسالة الثوار منعت احتلال الحي المقدسي. وادي الجوز أحد الأحياء الشرقية من مدينة القدس. في أواخر كانون الثاني العام 48 تعرض الحي إلى هجمات عدة شنتها العصابات الصهيونية. تحت وقع الهجمات العنيفة لم يبقى في الحي سوى عدد ضئيل من الشبان والرجال. عزز القائد محمد عادل النجار مع رجاله من قوات الجهاد المقدس والمتطوعين الشباب تحصينات الحي لتعويض النقص في المقاتلين. توهمت العصابات الصهيونية أن بإمكانها احتلال الحي بعد نزوح العدد الأكبر من سكانه، فشنت في ساعة مبكرة من صباح 26 من شباط هجوماً كبيراً انطلاقاً من قواعدها في مستشفى هداسة والجامعة العبرية. كان قوام القوة المهاجمة 150 مسلحاً من العصابات الصهيونية، تمكنت من احتلال تل العفيف ونسفت منزلين للعرب استشهد تحت أنقاضها 3 أطفال. وأكملت تقدمها داخل الحي فوقعت في مرمى نيران المقاتلين الذين بلغ عددهم 70 مقاتلا. تكبدت العصابات 12 قتيلا و18 جريحا واندحرت هاربة من الحي تحت رصاص الثوار الذين طاردوها محررين المناطق التي سيطرت عليها دون أن يرتقي منهم أي شهيد في هذه المعركة. فور انتهاء المعركة أعاد الثوار تعزيز تحصينات الحي وتدعيمها، مما ساعدهم على التصدي لهجوم كبير آخر شنته العصابات الصهيونية في منتصف شهر آذار، ليبقى الحي خارج سيطرة العصابات الصهيونية في حرب النكبة بعدما أيقنت استحالة احتلاله بسبب ضراوة الثوار وبسالتهم في القتال.